خلونا ناخد معانا على التليفون مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. اهلا اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، وليا الشرف ان انا مع حضرتك، واهلا بالساده المشاهدين. انا اللي اتشرف، ربنا يخليك. باشمهندس احمد، ايه هي المميزات على سبيل المثال في حاجه زي تشات جي بي تي، وفي نفس الوقت ايه المخاطر اللي ممكن تنجم عن استخدامات خاطئه او استخدامات غير سليمه من تشات جي بي تي وغيره من الادوات بتاعه الاي او؟ طيب في البدايه كده احنا عايزين يعني نعرف ان كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات. من ساعه ما بدا الانترنت في حياتنا، من ساعه ما بدات التطورات التكنولوجيه، كل حاجه في حياتنا ليها سلبيات وليها ايجابيات، ومتاح لينا ان احنا نستخدمها بشكل ايجابي ويطورنا، ومتاح لينا ان احنا نستخدمها بشكل سلبي. فالفكره كلها ان احنا عشان نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ما ينفعش نجيب كم الأدوات اللي موجودة دي ونسألها سؤال عشان يدينا إجابة فقط. احنا هنا هنخلي الآلة هي اللي هتتغلب علينا. وفي البداية برضو قبل ما نتعمق في الموضوع، انا بناشد الدولة ان هي تعمل لنا هيئة للذكاء الاصطناعي او وزارة للذكاء الاصطناعي عشان تنظم لنا المواضيع دي، لان فعلا الموضوع لسه في بدايته بالنسبة لمصر وبالنسبة لبعض الدول. وفي نفس الوقت نقدر نقول حوالي 10% مستخدمي ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، ولسه الموضوع ما بداش ينتشر قوي حضرتك، احنا لسه في بدايته. يعني احنا شات جي بي تي من بدايه ظهوره ابتدى عند الموديلات القديمه اللي هي بتتوقف تحديثاتها عند 2021، بعد كده اتطور لشات جي بي تي 4 اللي هو جي بي تي 4 بنظام جي بي تي 4 اللي بيتضمن اكتر من 100 تريليون باراميترز، اللي هي المعلومات الكامله حوالي في المنتديات، في ويكيبيديا مثلا، في الكومنتات، في السوشيال ميديا عموما وبشكل عام. المخاوف بقى هنا تيجي منين من الحاجات دي؟ المخاوف هنا زي ما حضرتك قلت، ان الناس تدخل وتسالها اسئله بديهيه جدا هي تقدر تعملها عشان تستفاد منها. يعني زي مثلا رد لي على الايميل ده مش كده، مش اتوفر، يعني ما حللوش حاجه في حياته. زي مثلا استخدم لي المقال ده بشكل قصه كبيره. احنا هنا نقدر نسال الذكاء الاصطناعي ازاي اتغلب على حاجه في نفسي. عندنا ارض زراعيه كبيره، ازاي اقدر، ارض صحراويه كبيره ازاي اقدر ازرعها. هنا تقدر توظف الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي في شغلك وتطوير شغلك بشكل عام، لان موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل يعني كبير جدا هيقدر يفيدنا في الحياه المستقبليه والحياه الموجوده حوالينا دلوقتي، وخصوصا في مجال التعليم، وخصوصا في مجال الطب، وخصوصا في مجالات البرمجه والمونتاج والحاجات دي كلها ليها ادوات ذكاء اصطناعي نقدر نفيدها ونستفيد منها. لان برضه في نفس الوقت انا يعني لازم احذر الناس من عدم ترك اي بيانات شخصيه لشات جي بي تي، وعدم ترك اي بيانات خاصه بالشركه اللي هم فيها، او اي بيانات حساسه داخل شات جي بي تي، لان هو بياخد البيانات دي وبيعيد تداولها بشكل مصاغ بشكل اخر كمان. طيب يعني انا مثلا شايف انه عندنا وزاره الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بالفعل موجوده، من الممكن جدا ان يكون فيها اداره ما متعلقه بمساله الذكاء الاصطناعي واستخداماته والتوعيه به، وفي نفس الوقت ازاي اقدر ادخل الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا اشجع على انه طب احنا ليه ما نعلمش الولاد في المدارس برومبت انجينيرنج عشان يعرفوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي بشكل اكثر فاعليه. لكن هنا هنتكلم على عامل التوعوي. العامل التوعوي مهم جدا في المواضيع دي، لان الناس كتيره بشوفها تستخدمها استخدام خاطئ. واللي يخض اكتر من كده استاذ يوسف، ان احنا في ثلاث شركات كبرى من ضمنها شركه جوجل العالميه اللي هي بتمتلك اكبر محرك بحث في العالم بما يوازي اكبر بيانات في العالم، عامله تطبيق اسمه جوجل بارد. جوجل بارد ده اقوى بمليون في الميه، اقوى بمليون في الميه بمعنى الكلمه من شات جي بي تي، لانه بيتضمن اقوى كلمات مفتاحيه واقوى بيانات واقوى محرك بحث، وكمان يقدر يجيب لك يجنريت الصور، يجنريت الفيديوهات، يجنريت التكست، يجنريت حاجات كتير جدا. ويليه كمان مايكروسوفت بينج، دي شركات كبرى عالميه. الشركات دي طبعا ده مش دعايه، الشركات دي عامله المحركات البحث والتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليديه اللي هي بتتعلم من نفسها،
بس في ناس خايفه ان يعني مثلا لو دخلت حضرتك دلوقتي احنا على الهوا ودخلت على شات جي بي تي وسالته ازاي طريقه عمل حاجه خاطره مثلا يقول لك لا احنا ما نقدرش نقول لك على الحاجات دي لان احنا مش في مسارنا ان احنا نقول لك الحاجات دي. البرامج الكبيره دي ماشيه على مسار برمجي ولوغاريتمات وخوارزميات معينه ما تقدرش تطلع براها. الخوف من الشركات الصغرى الثانيه اللي هي ممكن تديك موديل من الذكاء الاصطناعي او روبوت من الذكاء الاصطناعي مدرب على المصادر المفتوحه زي ما حصل من كام سنه من 2018 تقريبا. شركه عالميه كبيره عملت شات بوت او روبوت للذكاء الاصطناعي وعملت ليه حساب على تويتر قعد 24 ساعه فقط وبسرعه قفلوه. ده بسبب ان هو تعلم العنصريه من الناس وتعلم من الناس الطريقة الغلط في الرد. فبالتالي احنا هنا كل ده مترتب على التوعية ومترتب على استخدامنا ازاي نستخدم التطبيقات الصحيحة لان هي فعلا مفيدة. والذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل، هو النار اللي هتدخل في كل حاجة حرفيا. يعني حاجة مهمة جدا زي ما اكتشفنا النار زمان واكتشفنا الحاجات المهمة في حياتنا دلوقتي، والذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل لانه فعلا هيدخل في كل المجالات وداخل في كل المجالات اللي موجودة حوالينا. فبالتالي انا مش عايز الناس هي تستخدمه بطريقه خاطئه زي مثلا انشاء مقاله، انشاء بحث علمي، انشاء حل الواجبات. دلوقتي الطفل اللي داخل المدرسه ازاي نعرف ان هو حلل الواجب بشات جي بي تي ولا كده؟ في تولز بتبين الحمد لله الحاجات دي. في تولز بتبين عكسيه، بتبين تقول لك البحث ده طالع عن طريق مولدات بحث ذكاء اصطناعي ولا طالع من الانسان نفسه مكتوب ومتعوب عليه فعلا. بس هنا برضو يعني انت عارف طول الوقت في الحاجه والمضاد بتاعها السم والترياق. يعني هتلاقي تشات جي بي تي وهتلاقي قدامه في تولز تانية بتكشف اذا كان هذا المقال او البحث مكتوب عن طريق ذكاء اصطناعي ولا لا. وبعدين هتلاقي في تولز ثالثه بتاخد المقال او البحث اللي معمول على حاجه زي تشات جي بي تي اللي هيبان انه معمول عن طريق ارتفيشال انتليجنس علشان تعدل فيه بحيث لو جيت حطيته على التول اللي بتكشف يبان على انه جهد بشري عادي. بس هنا يترتب بقى على الموضوع على الوعي يا استاذ يوسف، لانه مهما عمل تعديلات بادوات الذكاء الاصطناعي مجرد ما يتسال في الموضوع اللي هو داخله سواء انه بحث علمي او واجب او حل امتحانات او كده مش هيقدر يجاوب زي طريقه الالات اللي موجوده، لان طريقه الالات الموجوده ليها توليدات معينه وليها حاجات معينة بتتكتب عن طريق البيانات السابقة والقادمة بالاستنتاجات التنبؤية اللي بتتعلم من المنتديات اللي بتتعلم من الكومنتات اللي موجودة والأسئلة، وبالتالي بيتم الكشف على الحاجات دي. عشان كده دور هيئة الذكاء الاصطناعي بتنظم الأدوات دي وبتحجب أدوات معينة ما ينفعش نستخدمها. أنا استغل ظهوري مع حضرتك أو طلوعي مع حضرتك أستاذ يوسف وعايز الناس كلها تخلي الذكاء الاصطناعي تحت ايديها، هو اللي شغال تحت ايديها، هي اللي تدربه ازاي. في مواقع عالميه، يعني مواقع عالميه كبيره بتضم اكتر من 5000 خدمه او 5000 اداه، بمجرد بس تذكر له وظيفتك يقول لك البرامج دي او الادوات دي هتساعدك في ايه، هتساعدك في ايه في الشغل، تقدر تنتج لك ايه. لان كل البرامج زي مثلا برامج المونتاج اغلبها مدخلها الذكاء الاصطناعي، برامج التعديلات على الصور اغلبها مدخلها الذكاء الاصطناعي. فكل حاجه في حياتنا لو جينا استخدمنا الوسيله دي هتلاقي وفرت علينا وقت كتير وفي نفس الوقت علمتنا حاجات جديده وهي بتتعلم مننا. انا بتكلم على نظام الروبوتات والرد الالي والحاجات دي كلها، هي فعلا بتتعلم من اي اجابه متروكه ليها. عشان كده بحذر الناس ان هي ما تذكرش اي حاجه خاصه داخل محركات البحث اللي هي بتعمل بالذكاء الاصطناعي، لان لازم الناس تاخد بالها من اي بيانات هي بتكتبها عشان تستفاد منه، تقدر تكلمها وتقدر توظفها تحت شغلك. الادوات مش عباره بس عن روبوتات تساله ويجاوبك استاذ يوسف، الادوات عباره عن تطبيقات لوغاريتميه بتخدمك داخل مجالك. يعني مثلا انا مجالي تكنولوجيا وبرمجه وكده، بدل ما اكتب كود كامل ومترتب على انه في خطا معين ممكن اخلي الذكاء الاصطناعي يصحح لي الاخطاء اللي داخل الكود اللي انا كتبته وفي نفس الوقت اخليه يبتكر لي حاجات جديده. لو انا جيت عملت تطبيق معين بلغه برمجيه معينه اقدر ابدع فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بكل سهوله اكتب تطبيق من بناء المهندس احمد طارق ومدعم بالذكاء الاصطناعي. مش كله عن الذكاء الاصطناعي لان انا اللي بتحكم فيه، وعمر ما الاله تتقدم على اللي صانعها، عمر ما الاله تتقدم على اللي صانعها. صديقي انا اشكرك جدا وخليني يعني اقول لك انه يعني معجب جدا بك يا باشمهندس، كل الشكر ليك. مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات.